نحن الآن نعيش أيام مباركة من أيام السنة التي يجب أن نستغلها أفضل استغلال في زيادة حسناتنا والقيام بالكثير من الأعمال الصالحة، لعل الله يتقبل، مع أنه يجب على المسلم أن تكون كل حياته مليئة بالأعمال الصالحة في كل الأوقات، ولكن يجب التوصي بهذه الأيام بالذات، فهي العشر الأوائل من ذي الحجة. نعيش في هذه الأيام في انتظار أيام الحج المباركات التي تشمل أحد أهم أركان الإسلام وأصعبها على الإطلاق، ولكنك لا تستطيع إيقاف شوقك للذهاب إليها. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. فضل العشر من ذي الحجة في القرآن: لقد أقسم الله بها في كتابه العزيز سورة الفجر، والفجر وليال عشر، وقد ورد تفسير هذه الليالي العشر في الآيات بأنها أوائل شهر ذي الحجة، ولا يقسم الله عز وجل بشيء إلا ليبين مدى أهميته وشرفه وقوة تأثيره في نفوس المسلمين وعظم فائدته لهم في السنة. وطبعا رسولنا الكريم لا ينطق عن الهوى، وهو المفسر الأقوى للقرآن، فكان لابد أن يذكر أهمية هذه الأيام الفاضلة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. نتمنى من قلوبنا عاما سعيدا لكل متابعينا، ونتمنى أن يتقبل الله منكم صالح أعمالكم في العشر الأوائل من ذي الحجة وطوال العام.